ينظم عدد من الإسرائيليين ذوي الأصول الكردية وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة التركية في تل أبيب تنديدا بالتوغل التركي في المناطق الكردية في سوريا. وكان المئة من الإسرائيليين الأكراد قد نظموا وقفات احتجاجية في تل أبيب والقدس خلال الأيام الماضية، ووصفوا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالطاغية. الزميل بشار صغير موجود معنا في تل أبيب، أهلا بك بشار، ما هي أهم عناوين هذه الوقفات؟ نعم شيرين، كما تفضلت مجموعات من الإسرائيليين هنا سواء من الإسرائيليين أنفسهم أو من هؤلاء الذين هم عمليا لهم جذور وصول كردية تظاهروا أمام مقر السفارة التركية، وهم الآن في مسيرة متحركة باتجاه مقر السفارة الأمريكية السابق، وذلك احتجاجا على العملية العسكرية التركية شمالي سوريا وتظاهرا أو إبداء نوع من التضامن مع أكراد سوريا هناك. الآن يمكن القول بأن عمليا الرسالة تحتوي أو موجهة إلى ثلاث أطراف، الأول هو الجهة التركية والتي دعوا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سحب قواته من شمال سوريا، وأيضا دعوا الجانب الإسرائيلي وتحديدا الحكومة الإسرائيلية إلى شن كافة أشكال الضغوط واستخدام كافة الوسائل المتاحة من أجل وقف العملية التركية، وذلك من خلال حسب مطالب المتظاهرون هنا طرد السفير التركي في تل أبيب مصطفى أوكيم، وأيضا قطع كافة أشكال العلاقة مع تركيا سواء سياحية تجارية اقتصادية عسكرية وغيرها. وأيضا الجهة الثالثة التي وجهت لها رسالة هنا كانت هي الإدارة الأمريكية، كما نعلم وكما قلت قبل قليل هم توجهون إلى مقر السفارة الأمريكية السابق كرسالة غير مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذين يتهمونه بأنه أدار ظهره للأكراد في سوريا من خلال الانسحاب من شمالي سوريا أي سبب القوات الأمريكية هناك. بشار، يعني إلى جانب أن هؤلاء يعني بعض هؤلاء هم من أصول كردية، ما هو سبب الاهتمام الإسرائيلي في هذا التوغل بشكل عام؟ سياسيا أيضا كان هناك اهتمام في هذا التوغل وإدانة. بدون أدنى شك فإن سبب الاهتمام يعود إلى أن هناك علاقة بين الجانب الإسرائيلي والأكراد، علاقة ليست حديثة وإنما تعود جذورها إلى خمسينات القرن الماضي كما تعلمين، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق والراحل ديفيد بن غوريون كان قد بنى جسورا وقنوات مع الجانب الكردي من باب ضرورة أن يكون هناك علاقات إسرائيلية مع الأطراف غير العربية في الشرق الأوسط وفي الوطن العربي. طبعا الأوساط العربية سمت ذلك بأنها محاولة لزرع بذور التفرقة واستخدام القاعدة المعروفة بفرق تسد بحسب ما يقول أو تقول أوساط عربية. وأيضا الجانب المعقد أو التحدي الذي تواجهه إسرائيل هنا فهو عمليا بأن إسرائيل ليست لها علاقة مع الإكراد فحسب، وإنما لها أيضا كما تعلمين شيرين علاقة مع الجانب التركي، هناك علاقات اقتصادية قوية جدا، هناك صفقات بمليارات الدولارات، هناك تعاون عسكري، هناك تعاون تجاري، وهنا تكمن المعضلة وهنا يكمن التحدي. ما الذي سوف تقوم به إسرائيل عدا طبعا التعبير عن الموقف السابق بأنهم كانوا قد اتهموا تركيا بأنها تشن ما سموه بتطهير عرقي، ما الذي سوف تقوم به إسرائيل؟ ما هي الأولوية لديها؟ هل سوف تبدي المصالح الاستراتيجية أم السياسية أم الاقتصادية أم ماذا بالضبط؟ هذا ما سنراه في الأيام المقبلة. أشكرك جزيل الشكر زميل بشار صغير.